اي شاف شو مش شاد درينا النقانيق والبصلاق وكل فين بشوايه. اي بصحة والراحة على فامي. السلام عليكم لا فامي الاحباب، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في لاشين ديالكم كندا موتيفاسيون فلوغ. اليوم الخوت غادي نهضروا لكم على الحياة في كندا، لو كود لا في، شحال كتحملك المصروف الشهري ديالك. هادشي علاش اليوم غادي نمشيو ومام طو غنديروا واحد الشواية زوينة. دابا غادي ندخلوا باش نتقداو الكفتة، بعد سويت غادي نمشيو للبارك باش نديرو الشواية ونهضروا على المعيشة في كندا. ما تنساوش تابوناو، وتحية للناس اللي كيديروا جيم قبل ما يتفرجوا في الفيديو. والكفتة ديال الشواية دايرة 16.35 بوف اشي ميغ. هي هادي هما الانواع، هما الكفتة، هما هادي الكفتة ديال البقري، هادي الكفتة ديال البقري ناضية، وهنا كاينين هادوك الطريفات ديال لي ستيك تا هما. يا هما ديزولي خير 1.67. بان لي هاد البعوي تا هو دايرين ليه 99 سو، يعني 2.18 للكيلوغرام. هاد البعوي دادا بان ليه زوين تا هو. يا اورانج نافيل بلعظم ديال المغرب دايرين ليه 4.99، وهذا بدا التخفيض 4.99. واخدينا باريزيانا دايره 89 سو باريزيانا. بعد سويت غادي ناخدو الفريز، الفريز داير 2.99 البياسة، البياسة دايره 2.99. تقام علينا بواحد وثلاثين دولار، يعني هذا هو البري اللي تقام عليا دابا حاليا مني بغيت نتقدى هادشي من سوبر سي. ودابا ليتس جو غادي نمشيو للبارك، بارك سالا اللي كاين في سانت هياسانت، وغادي نديرو واحد الشواية ديال الكفتة وديال السوسيس ديال المرغيز وواحد الشرادة. نتوما مالي الخير غادي تشوفوا معايا داكشي، وكنتمنى الكونتوني ديال الفلوغ يعجبكم، حيت غادي نهضروا على المعيشة في كندا، على النيفو دو في، نهضروا على الكرا لي زاسيرونس. دونك كنتمنى المحتوى ديال الفلوغ يعجبكم لا فامي. هي الشيف فاشو ميشا سيرات وجد لينا هنايا في الكفتة. هي عطينا هنايا التميرونجات الكفتة اللي خدينا قبيلة من السوبر مارشي، استفناها. هذا الجو اللي وجدنا في الدار قبل ما نجيو هنايا، الجو ديال وازيس مع زدنا عليه واحد الفريز وشي لعيبات. هذا سلطه اللي وجدنا في الدار، هادو دي ليغوم سوتي، وهادي مطيشه وبصله اللي غادي نديرو فوق الشوايه. هي هادي وهنايا الشوايه ديالنا، ها هي الفاخره. هو راه وجد شعلت واجد دابا باش نحط فيه داكشي. هاي الشيف فاشو ميشا شاد درينا النقانيق والبصلاق وكل فين بالشواية. دابا غادي ندخلو الصح وغادي نهضرو في معقول. المعيشة في كندا شحال كتخمن، شناهو المصروف الشهري اللي غادي يكون تابعك مني غادي تجي لكندا ان شاء الله، ومني غادي تحط رجليك في هاد البلاد سعيد. الوغ مني غادي تدخل وغادي تكري وكاع المصاريف الجانبية اللي غادي تخصك غادي نهضرو عليها
فهاد لابارتي. هادشي علاش ما تنساوش بيان سور تشترك معايا في القناة، تخليو ليها جيم وتابوناو بيان سور وتدعموني وتخليو ليها ان كومونتير باش تشجعوني نبقاو في القناة. نبداو بالإيجار. الإيجار كيتقام عليك ما بين 650 حتى 900 دولار على حساب واش باغي تكون في 1 في 2 في 1 ديمي و 2 ديمي. 1 ديمي سي اون شومبر وصالون، هادي كتقام ما بين 500 و 600 دولار 650. بغيتي 2 ديمي اللي هي جوج ديال البيوتا وصالون، هادي كتقام ما بين 650 و 900 دولار. الحاجة التالية اللي غادي نهضروا عليها بيان سور هي الاكل، يعني التقضية. ملي كتمشي كتقضى، يعني عندك المصاريف، عندك حليب، عندك بزاف ديال التقضية كتمشي تقضاها اسبوعيا. وهاد التقضية الاسبوعية كتقام تقريبا بواحد 150 دولار، ما بين 150 حتى 200 دولار على حساب واش عائلة كتكون من شخص ولا جوج ديال الاشخاص. هادشي علاش المصروف تقريبا كيتقام ما بين 150 حتى 200 دولار اسبوعيا. فيما يخص الانترنت، الانترنت كتخلص فيها 55 دولار، يعني من 50 حتى 60 دولار. انا كنخلص 55 دولار في الشهر. فيما يخص الهاتف النقال، الهاتف الجوال، كنخلص 45 دولار. انا كتخلص على الفورفي، وهنايا خلصت عليه 45 دولار للشهر، وعندي 20 جيك. فيما يخص الكهرباء اللي هو الضوء، هنا كنخلصوا هيدرو كيبيك، والمصروف تقريبا في الشهر كتقام عليا ما بين 70 و 80 دولار شهريا. فيما يخص السيارة والمصاريف ديالها، يعني عندي رخصة السياقة البيرمي كنخلص عليه 80 دولار سنويا. عندي لاسيرونس اوتو، عندي لاسيرونس ديال الطوموبيلة كنخلص عليها 55 دولار. عندي لي ماتريكولاسيون ديال الطوموبيل، يعني لي بلاك، كنخلص عليهم 200 دولار سنويا. هذا فيما يخص السياره. اما الناس اللي كيترينيو والناس اللي كيمشيو لاصال، كتخلص ما بين 15 و 25 دولار على حساب لاصال اللي غادي تختار. وفيما يخص السياره هنايا في كندا، حيت كيكون فتره ديال ليفير، وفيما يخص هذه الفتره اللي كيكون فيها الثلج، خاص ضروري تبدل لي بنو. داكشي علاش كدير لي شونجمون دي بنو جوج ديال المرات في العام. ضروري كتبدلهم، كدير لي بنو ديفير ومني كتوصل شهر 4 ولا شهر 5 كدير لي بنو ديتي. ثاني حاجه كتخصنا اللي غادي نهضروا عليها هي لي لوازير. لي لوازير اللي هو الهوايات. الناس اللي كيمشيو مثلا عندهم هوايات، كيبغيو يديروا السفر، كيبغيو مثلا يمشيو يديروا الكومبينغ، كيبغيو مثلا يمشيو يديروا ديز اكسكورسيون او لا دي فواياج اورغانيزي. كاين واحد البيدجي كتخليه ابار لهاد البيدجي اللي ما عندكش، ما نقدرش نقول لكم واحد المونطون حيت حسيت ديك ابار ا، حيت على حساب الشخص وعلى حساب العائله. هذا هو اللي كيخص المعيشه في كندا، هذا هو اللي كيخص لو نيفو دو في في هاد البلاد السعيده. هادشي علاش هضرت لكم على المفيد، هضرت لكم على داكشي الاساسي اللي كنخلصو تقريبا شهريا باش نكون وي بونسوار. بونسوار صافي وي وي صافي ميرسي. اون اون كاسيون اون فودري سافوا سي سكي بيتيت فو سافي الومي باسكو لوي فودري الومي سون سيكار. اه وي 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 سي بو لي بوستيت. اه صافي بليزير ميرسي. اي ديسولي. اه صافي بليزير، با دو بروبليم. Ah, vous avez bien joué au volleyball? Oui, oui. Ça a bien été? Oui, ça a bien été. Ah, c'est parfait là. Nous sommes une des amis mexicains qu'on connaît ici à. Ah oui, c'est parfait là. Bah, vous avez bien joué, vous êtes éclaté, c'est parfait ça. Exactement. Bah, bon... par semaine, c'est parfait. Ah, c'est merveilleux ça. Et bonne soirée. Merci. Salut. Quand tu m'as dit comme chauffeur à la famille, quand tu m'as dit comme chauffeur de la vie, le mouchoir, le hijra, le com. والله يسهل لكم الامور حتى نتومايا. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، وكنشكركم على التفاعلات ديالكم، على لي كومونتير الزوين اللي كتخليو ليا، وهادشي اللي كيحفزني وكيدعمني وكيهز ليا من المورال وكيزيد يموتيفيني باش نبقى في القناه. شكرا بزاف للعائله والاحباب وليزامي.